وبعد قرار إقالة فيتوريا أصدر اتحاد الكورة مجموعة قرارات تنظيمية أعتقد إن هي مهمة، أهمها تعيين محمد يوسف مدرب للمنتخب الأول لحين اختيار مدرب أو مدير فني أجنبي وتشكيل باقي الجهاز المعاون ليه. كمان قرر مجلس إدارة اتحاد الكورة تعيين علاء نبيل نجم المقاولين العرب السابق في منصب المدير الفني للاتحاد، وعلى فكرة المنصب ده كانت في ناس كتير بتطالب بأنه لازم يعني يكون موجود، لازم من ضمن المستجدات أن يكون في منصب للمدير الفني للاتحاد ويعمل بشكل مستقل. وشملت قرارات الاتحاد الكورة كمان الموافقة على اختيار 2 من المدربين لعمل معايشة خارجية، وكمان تقرر إنهاء التعاقد مع الجهاز الفني للكرة النسائية، وأيضا الموافقة على عمل بروتوكول إدارة وتنظيم لدوري الأكاديميات بالشراكة مع شركة استادات للاستثمار الرياضي والتسويق مع الشركة المتحدة للرياضة. يعني الحقيقة كانت جلسة مهمة جدا واتخذت من خلالها قرارات مهمة جدا. عندنا لسه الأمل إن الأمور تتحسن للأفضل بما يليق باسم مصر الفترة الجاية إن شاء الله. بص أنا يعني معاك إن دلوقتي بيتم اتخاذ إجراءات يعني سريعة زي ما بتقال كده، يعني بنحاول نخبي اللي حصل أو بنحاول إن احنا نلم الموضوع، بس القصة برضو في الأول في الآخر أنت بتجيب مدرب لمنتخب مصر وإن كانت لفترة دلوقتي زي ما بتقال اللي هي الفترة الانتقالية، بس ايه الفكرة؟ يعني انا مع احترامي طبعا الشديدة بس عايز افهم، ده تساؤل. وانت دلوقتي هل انت بتفرض هذا المدرب مثلا على المدير الفني اللي هيجي بعد كده، ولا كان المفروض نجيب المدير الفني وبعد كده نجيب المدرب؟ يعني وبعدين اعتقد ده ممكن يبقى ظلم اصلا للواقع عليه الاختيار، يعني كابتن يوسف نفسه. فهي القصة انا يعني شوية انا مش عارفة ايه اللي المفروض يتم قبل ايه. ما هو انت عايز تجيب في الاول في الاخر قضيتك مدير فني ولا يعني مدرب؟ ما انا مش عارف اقول لك بقى. شفافيه بقى ومؤتمر صحفي من الصنف اللذيذ تعرفي من خلاله الناس سواء الحضور الصحفيين غريبه شويه او الدنيا كلها ان احنا هنعمل كده عشان كده وهنعمل كذا عشان كذا.